السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ابطال تالتة اعدادي. ان شاء الله باذن الله النهاردة يا اولاد هنكمل مع بعض شرح الدرس الاول والتاني. اخدنا بارت 1 الجزء الاول، قرأنا كلمات واخدنا جزء ريدنج واخدنا حاجات كتيرة في الفيديو الاول، اسيب لكم الرابط بتاعه في الكومنتس. ودلوقتي هناخد مع بعض الجزء التاني بارت 2 اللي فيه الجرامر. جزء سهل جدا جدا، درجته مضمونة ان شاء الله باذن الله بعد الفيديو بتاع النهاردة ده، مش هتطلع الا وانت فاهم وكمان حافظ معايا الجرامر ده. يعني عايز اقول لك هتخلص الفيديو ان شاء الله باذن الله هتقدر تحل اي سؤال من غير حتى ما تذاكر الدرس. انت بس اقصى تركيز عندك، مش مجرد وقت بتضيعه، لا انت قاعد بتستفيد، قاعد مستمع، قاعد مركز مركز مركز، وحط تحت مركز دي 5000 خط. يلا بقى بينا بسرعه عشان ما نضيعش وقت الفيديو، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنساش تدوس على اللايك، انت بتنسى وانا بفكرك اهو. يلا بينا نبدا. اول حاجه يا شباب النهارده هناخدها وهي السؤال عن المكان. اما تحب تسال عن مكان حاجه، انت رايح مثلا النادي، رايح المكتبه، رايح المتحف، وعايز تسال حد عن مكان الحاجه دي، هتقول ايه؟ ممكن تقول where is the، where is the، where is the، where is the، وتقول اسم المكان ده. يا اما تقول how do I get to there. get to يا ولاد معناها يصل الى، وطبعا how معناها كيف، يعني كيف اصل الى المكان ده، وتروح قايل اسم المكان how do I get to there. قول معايا how do I get to there، how do I get to there. يا اما تقول where is the. خلاص كده، خلاص يا تيتشر احنا دلوقتي اتعلمنا ازاي نسال عن المكان. جميل قوي. الشخص اللي انت بتساله بقى ده هيسيبك كده تساله ما يردش عليك؟ لا يا تيتشر، هو يقدر، ما لازم يرد، ما انا بساله ليه؟ فهيوصف لك المكان. ايه بقى حروف الجر او البريبوزيشن الخاصه بالمكان؟ تعالوا نشوفها. عندي حرف الجر فيه ان، على، on، next to، بجانب، مش عايزين نقولها next to، لا انت قلتيه مره واحده، next to، بجانب، behind، خلف، in front of، امام، التلاتة مع بعض in front of امام او opposite، between، بين، وخلي بالك between بيجي وراها مكانين، ودي مش حاجة اختيارية، لا ده غصب عنك، between لازم يجي وراها مكانين بين كذا وكذا، under، تحت، فوق، above، بالقرب من، near، on the corner، في الركن او الزاوية، خلي بالك بتيجي معها on، ها the corner بتيجي معها on، عشان ممكن تيجي لك في اسئلة الايه الكوركت on the corner. تيتشار حروف الجر دي تتحفظ؟ اه طبعا، مهمة جدا جدا جدا. phrases to show directions، يعني عبارات تبين الاتجاهات، مهمة جدا يا شباب. عندك turn right، اتجه يمينا، بتوصف لحد المكان بتقول له والله يا حبيبي انت هتخش الشارع ده يمين، اتجه يمينا turn right. طب اتجه يسارا، ها turn left. طيب لو عايز اقول له سر بشكل مستقيم، امشي على طول، اوعى تحود يمين ولا شمال، هتوه انت حر، هتقول له ايه؟ go straight on، go straight on. يمشي مرا بي، مهمة جدا جدا، walk past او go past. اقول لك مثلا ايه؟ walk past the garden، يعني امشي مرا بالحديقة، بالبلدي كده هتعدي من على الحديقة، walk past او go past. take the first او the second road. طيب هي road معناها طريق، يبقى أنا لو قلت لك take the first road يعني خد الطريق الأول، طب take the second road خد الطريق الثاني، كل دي عبارات بستخدمها في الوصف خلي بالك. طيب لو عايز أقول لك الحاجة اللي أنت رايحها دي هتلاقيها على يمينك، هقول لك on the right، طب على شمالك on the left. بصوا هنا الجملة دي، from the sports center، من المركز الرياضي، يعني نقطة الانطلاق المركز الرياضي، من عند المركز الرياضي go straight on، امشي على طول for about 20 meters، حوالي 20 متر. go past the botanical gardens، فاكرين go past معناها ايه؟ ها يمشي مرا بي، go past يمشي مرا بي، يعني امشي مرا بي الحدائق النباتية and the aquarium، والمتحف المائي او متحف الاحياء المائية، and then وبعد كده turn left، استدر يسارا.
خلاص يا شباب كل الحاجات دي لازم تتحفظ، في حاجات منها اوريدي احنا كنا اخدناها قبل كده، يمكن 3 ارباعهم كلهم اخدناهم قبل كده، بس لازم يتحفظوا. دي اسمها حروف الجر الخاصه بالمكان، prepositions of a place. هل في حروف جر خاصه بالوقت؟ ايوه، وهي in و on و at. ويلا بينا نشوف الورق اللي انا كاتبه فيه الشرح وتعالوا نتكلم او نشرح منه. طيب بصوا يا شباب، عشان نبقى متفقين، in on at علشان تضمن درجة الدرس ده انت لازم تحفظ. هحاول على قد ما اقدر ان انا احفظك بطريقة سهلة جدا زي ما قلت لك اول الحصة، بحيث تخلص السيشن تبقى انت already فهمت وكمان حفظت. ان يا سيدي بنستخدمها لما تيجي تتكلم بشكل عام، يعني بتتكلم عن فترة زمنية كبيرة، بتستخدم كلمة ان، عشان كده كتبالك جنبها كلمة general عام. اول حاجة ممكن تستخدم معاها ان هي القرون، اقولك مثلا in the 19th century، يعني في القرن التسعتاشر، القرن اللي هو 100 سنة. او العقود، اقولك فترة الستينات، فترة الخمسينات، زي مثلا المثال ده فترة الستينات، in the 1960s، في فترة الستينات. او السنين، اقولك مثلا in 2012، عام 2012. اول ثلاثة احفظهم مع بعض، قرون عقود سنين، قول معايا إن قرون عقود سنين، إن قرون عقود سنين، إن قرون عقود سنين. يبقى إن بتستخدم مع الفترات الكبيرة، بصوا القرن 100 سنة، العقود فترة الستينات فترة كبيرة، أو فترة الخمسينات فترة كبيرة، السنين 2012 يا ده 12 شهر، فترات كبيرة، قرون عقود سنين، قرون عقود سنين. يلا نكمل. شهور فصول أجزاء اليوم، قول ها شهور فصول أجزاء اليوم. الشهور يا ولاد أقولك مثلا in March، in April، in May. طيب الفصول، in winter في الشتاء، in summer في الصيف، in fall في الخريف. أجزاء اليوم، إيه هي أجزاء اليوم يا شباب؟ اللي هي فترة الصبح، in the morning، بعد الظهر، in the afternoon، المساء، evening. تيتشار هو الليل مش معانا، اللي هو night، لا الليل مش معانا، خلي بالك، in the morning، in the afternoon، in the evening. عشان كده عايزين نحفظ دول كمان، شهور فصول أجزاء اليوم. قول معايا شهور فصول أجزاء اليوم، شهور فصول أجزاء اليوم. كده احنا قلنا 6 حاجات، يلا نقولهم من الأول، قرون عقود سنين، شهور فصول أجزاء اليوم، آخر مرة هنقولها يا شباب، يلا ها، قرون عقود سنين، شهور فصول أجزاء اليوم. آخر حاجة يا سيدي بتيجي بمعنى في خلال، يعني في خلال فترة زمنية لسه ما خلصتش، أقولك مثلا in 2 days، في خلال يومين، in 10 minutes، في خلال 10 دقائق، وهكذا. يبقى أهم حاجة عندي يا شباب اللي احنا الأول نحفظ الست حاجات، قرون عقود سنين، شهور فصول أجزاء اليوم، وآخر حاجة بتيجي بمعنى في خلال. كل دي استخدامات إن، أتمنى تكون حفظت معايا علشان تحل على طول، تراجع بس مراجعة بسيطة تكون فعلا أنت حفظت معايا. تاني حاجة يا شباب، أو تاني حرف جر معانا هو on، كتبالك جنبه quite general، يعني عام إلى حد ما، مش بتكلم بشكل عام دلوقتي، زي ما أقولك القرن الفلاني، العقد الفلاني، السنة الفلانية، لا أنا بدأت أضيق لك الدايرة، بتكلم على يوم من أيام الأسبوع، يوم بعينه، سبت، حد، اثنين، Saturday، Sunday، Monday. يبقى أنت عندك أول حاجة بتستخدم فيها on، بعد الدايرة ما ضاقت شوية معاك هتستخدم ايه؟ ايام الاسبوع. عندك التواريخ برضو مش جايبالك الكلام بشكل عام، لا ده انا حددتلك التاريخ بالظبط، اقولك مثلا on June 29th، في 29 من شهر يونيو، فانا حددتلك التاريخ بالظبط، يبقى انا كده بدأت اضيق الدايرة، الكلام بتاعي ما بقاش عام، لا ده انا حددتلك ايام بعينها، يوم الاسبوع، سبت، حد، اثنين، تاريخ معين. اوكي، ايه كمان غير ايام الاسبوع والتواريخ؟ بيقولك ايام ومناسبات بس بيكون فيها كلمة day، اقولك مثلا on birthday، احفظ معايا بطل الحاجات دي لازم تتحفظ، on birthday في عيد ميلاد، on holiday في اجازة، on a warm day في يوم دافي، on a sunny summer day في يوم صيفي مشمس، on new year's day عيد راس السنة، on christmas day في عيد الميلاد. بصوا كل دي تعتبر مناسبات وفيها كلمة day، في الحالة دي برضو هستخدم on.
حاجه يا سيدي بيقول لك مع هذه العبارات عبارتين احفظهم مش هياخدوا منك ثانيه: اون تايم في الوقت المحدد، اون ديوري في الخدمه. يبقى انا اهم حاجه عندي ايام الاسبوع اون، التواريخ اون، المناسبات اللي بيبقى فيها كلمه داي اون، والعبارتين دول اون تايم واون ديوري. يبقى احنا كده خدنا ان بنتكلم بشكل عام، بعد كده خدنا اون حددت الوقت شويه، تعالى بقى ناخد ات اللي بتحدد لك الوقت بالظبط اكتر كمان من اون. ادي يا سيدي ات بتحدد لك بقى الوقت بالظبط، مش بتقول لك كده يوم من ايام الاسبوع وتسيبك تايه هو اليوم ده بالظبط الصبح ولا بالليل ولا العصر، لا ده بيتحدد لك الوقت بالظبط. بص انا كاتبه لك ايه فوق اهي، سبيسيفيك تايم، وقت محدد. الساعه، الساعه بيجي قبلها ات، مفيش جدال بقى الساعه 8 خلاص بقى، انا ولا سبتها لك مفتوحه قلت لك شهر الفلاني ولا الاسبوع الفلاني ولا اليوم الفلاني، ده انا قلت لك الساعه بالظبط وقت محدد جدا، عشان كده استخدمت ات. ات 8 o'clock. اسماء الوجبات at breakfast، at lunch، at dinner. المناسبات بس ما يبقاش فيها دي، خلي بالك بقى اقول لك at christmas، at easter، at new years، يبقى المناسبات من غير ايه؟ ها دي. تاني الساعة، وجبات، مناسبات بدون دي. at night ليلا، at midnight في منتصف الليل يعني الساعة 12 بالضبط، at midday في منتصف النهار، at noon فترة الظهيرة الساعة 12، at the moment في هذه اللحظة، آخر واحدة اهي اللي هي at lunch time في وقت الغداء. التعبيرات دي لازم تتحفظ، أظن هي سهلة. طيب الوحدة الأولى يا شباب برضو هنتكلم فيها على زمن اتكلمنا عليه كتير قبل كده، وهو زمن المضارع البسيط الـ present simple. الزمن ده بمنتهى البساطة بيقولك أنا زمن سهل جدا جدا، زي ما بقوله بكتبه، يعني بيتكون من فاعل وفعل فقط لا غير. فاعل I، فعل play، I play، مضارع بسيط. فاعل we، فعل run، we run، مضارع بسيط، فاعل وفعل. لكن الزمن ده فيه كده تركية مهمة جدا جدا، وهي تركية الاس، يعني احيانا بتضيف للفعل اس واحيانا بتخلي الفعل فاضي زي ما هو. امتى بضيف الاس؟ مع الهي والشي والات والاسم المفرد، لازم في الحالة دي اضيف للفعل اس. طب امتى مش بضيف الاس؟ لو الفاعل لقيته I, you, we, they او اي اسم جمع. For example the library opens at 8، المكتبة بتفتح الساعة 8، الفاعل هنا مفرد يبقى انا لازم احط للفعل اس. They play football، هم بيلعبوا كرة قدم، الفاعل هنا they فما حطتش للفعل اس. يبقى مضارع بسيط يعني جملة في زمن المضارع بنستخدم التصريف الأول للفعل، أحيانا بيبقى الفعل مش مضاف له حاجة وأحيانا بضيف له اس. لما حب أنفي الجملة في المضارع البسيط يا ولاد بنفيها بdon't أو doesn't. إمتى دي وإمتى دي؟ الdon't مع الI والyou والwe والthey والاسم الجمع، will doesn't مع الهي والشي والات والاسم المفرد. مش احنا لسه قايلين الهي والشي والات والاسم المفرد بيحبوا الاس فبيختاروا doesn't، يعني اقول he doesn't، هو لا، she doesn't، هي لا، احمد doesn't، احمد لا، اميره doesn't، اميره لا. اوكي طبعا هيجي وراها بقى فعل. طب don't مع الباقي بقى، I, you, we, they اسم جمع، اقول I don't، انا لا، we don't، نحن لا، they don't، هم لا. اوكي ال don't وال doesn't بيجي وراهم فعل، ودي حاجة بديهية جدا. لا ايه؟ هقول فعل، لا يلعب، لا ينام، لا يذاكر. الفعل ده بيبقى في المصدر بدون اضافات. يبقى ال don't وال doesn't يا ولاد بيجي وراهم ايه؟ infinitive، يعني فعل في المصدر. بص معايا كده، she doesn't read، هي لا تقرأ، الشي بتحب الاس اخترت معاها doesn't، والفعل جه في المصدر. ليه؟ لان ال doesn't بتحب المصدر. I don't get up early، I ما بتحبش الاس عشان كده اخترت don't. I don't. get up مصدر، ليه استخدمت مصدر؟ لان ال don't ما بتحبش الاضافات للفعل، بتحب المصدر. I don't get up early، انا لا استيقظ مبكرا. يبقى احنا يا شباب هننفي الجملة في المضارع البسيط ب don't و doesn't. doesn't بتروح مع he و she و it واسم مفرد، don't بتروح مع I, you, we, they اسم جمع. ال don't وال doesn't الاتنين بيحبوا الفعل في المصدر، يعني مش مضاف له حاجة.
نكمل مع بعض برضو القصة بتاعت النفي. ممكن يا شباب منفيش بdon't وdoesn't ينفع، ممكن انفي بكلمة تانية وهي كلمة never، وnever معناها ابدا. اقول لك مثلا my father never forgets my birthday، بابايا ابدا مش بينسى عيد ميلادي. الdon't والdoesn't كان فيهم مشكلة، هما رخمة قوي بصراحة الdon't والdoesn't دول. اول ما بيجوا في الجملة بيروحوا بصين كده على الفعل ويقولوا له يا فعل احنا عايزينك مصدر فاضي infinitive مش متضاف لك حاجة. طب هل يا ترى never بما ان هي برضو بتعمل عمل النفي يعني بنفي بيها الجملة، هل هي برضو رخمة كده زي ال don't وال doesn't؟ قالك لا، ال never يعني الدنيا بالنسبة لها عادي جدا، بتقولك والله لو انت عايز تحط الاس، لو لقيت الفاعل هي او شي او ات او اسم مفرد ماشي حطها، ولو الفاعل جمع ومش عايز تحطها ما تحطهاش او ما تحطش الاس، يعني براحتك امشي على القاعدة الاساسية بتاعتك. فهنا my father my father ده مفرد، يبقى الفعل بيتضاف له ايه؟ اس. عشان كده نيفر بتقولك خلاص يا عم حط له اس، انا ماليش اي 30 لازمة، انا ماليش رأي، انا مش زي الدونت والدازنت كده بحكم رأيي، لا انا الموضوع بالنسبة لي عادي جدا، لو الفاعل مفرد حط يا عم اس، ولو الفاعل جامع ما تحطش اس، القاعدة الاساسية بتاعتك. ودي بيلعب عليها كتير في الاسئلة، يجيب لك جملة والجملة دي المفروض تبقى منفية ويجيب لك الفعل فيه اس، يبقى انت اكيد طالما الفعل فيه اس يبقى هتستخدم نيفر اللي ما عندهاش اي مشكلة، وممكن تيجي في النفي عادي جدا وتخلي لك الاس ما تشيلهاش من الفعل. خلاص كده يا شباب. طيب السؤال بقى، ما احب اعمل سؤال في المضارع البسيط ده، قال لك انت نفيت بايه؟ بdon't وdoesn't. طب هتسأل بايه؟ بdo وdoes. يبقى انت بتنفي بdon't وdoesn't وبتسأل بdo وdoes. طب امتى دي وامتى دي؟ الdoes اللي فيها اس دي مع المفرد، المفرد بيحب الاس، قاعدة في دماغك اوعى تنساها، الهي والشي والات والاسم المفرد ياخدوا does، والاي واليو والوي والزي والاسم الجمع ياخدوا دو. خلاص كده. طيب هي الدو لما تجيلك في اول السؤال يا بطل يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها هل do you speak english، هل انت بتتكلم انجليزي؟ لو انا فعلا بتكلم انجليزي هقول yes I do، ولو لا هقول no I don't. الترتيب مهم جدا، do فاعل مصدر ايدي تيتشر، هي الدو والdoes برضو بيجي معاهم المصدر. الله ينور عليك. الدو والdoes لا يقل رخامة عن الdon't والdoesn't، برضو اول ما بيجوا في الجملة لازم يجي وراهم المصدر. طيب هو المضارع البسيط تيتشر لازم اعمل سؤال بادئ بdo او does؟ لا عادي، ممكن تعمل سؤال بادئ بأداة استفهام ويجي وراها برضو do او does، وبعد كده فاعل، وبعد كده مصدر، نفس التكوين اللي قلناه الصفحة اللي فاتت، ضيف بس عليه في الاول أداة الاستفهام. اقول لك مثلا what time does the train leave، ظروف التكرار always دائما sometimes احيانا usually عادة often غالبا never ابدا بتيجي فين في الجملة. قال لك ليها مكانين، لو عندك فعل عادي زي get up يستيقظ، play يلعب، drink يشرب، eat يأكل، حط ظرف التكرار الاول، ظرف التكرار الفعل احفظها زي اسمك، ظرف التكرار الفعل. طب لو عندك verb to be في الجملة am او is او are، احط فين الظرف بتاع التكرار؟ قال لك بعد الفيرب تو بي، الام حرفين، الايس حرفين، الار حرفين، حطهم في الاول وبعد كده حط ظرف التكرار، علشان هي اصلا كلمه صغيره ومش هتبان، فحطها في الاول واخلص منها. يعني اقول ام اولويز، اقول ايز اولويز، اقول ار اولويز، الفيرب تو بي يتحط في البدايه. يبقى القاعدتين دول يتحفظوا زي اسمك، ظرف التكرار الفعل الفيرب تو بي ظرف التكرار، قول معايا ظرف التكرار الفعل الفيرب تو بي ظرف التكرار، ظرف التكرار الفعل الفيرب تو بي ظرف التكرار. اخر حاجه بقى استخدام الزمن، قال لك بتستخدمه في الحقائق، اقول لك مثلا انا معلمه، ما دي حقيقه I am a teacher مضارع بسيط، الشمس تشرق من المشرق، ما دي حقيقة استخدم المضارع البسيط. تاني حاجة عندك العادات والروتين، حاجات متعودة عليها، روتين بعمله، متعودة ازور جدي كل يوم جمعة، متعودة اروح النادي يوم السبت، مش عارف متعودة اصحى بدري، العادات والروتين برضو بستخدم معاه المضارع البسيط. اخر حاجه المواعيد الثابته، مواعيد القطر، مواعيد الاتوبيس، مواعيد الشغل، مواعيد البرامج اللي بتيجي في التلفزيون، مواعيد المباريات، مواعيد الحصص، مواعيد الامتحان، اي مواعيد، بص اي مواعيد مضارع بسيط. خلاص كده، يعني قول مواعيد وخلاص، مواعيد ثابته، سواء بقى معاد طياره، معاد قطر، معاد اتوبيس، معاد حصه، معاد امتحان، كل المواعيد بنستخدم معاها البريزنت سامبل. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، اشوفكم على خير في فيديو جديد، وسلام عليكم.